الحمد لله. بكرة مباراة مهمة، مباراة صعبة، مباراة السوبر. عايز أعرف رؤيتك بشكل عام لهذه المباراة. المباراة طبعا مهمة لكلا الطرفين. الأهلي طبعا يهمه مواصلة سلسلة الانتصارات، كل مباراة بتعدي بيكتسب فيها ثقة أكتر ريني فايلر، وثقة في لعيبته كمان. المكسب بيجيب مكسب، اللي هي صحيح مباراة بس بلقب، أو أنا بعتبرها بلقبين لكلا الفريقين، لأن أنت بتكسب بطولة وفي نفس الوقت طبعا بتتغلب على الغريم التقليدي، غريم بتزود أرقامه. مظبوط. فشايف ان هي المباراه مهمه، ولو اني عندي شويه قلق ان ريني فايلر ياخدها بعين الاهتمام قوي، لان انت عارف ان في بعض الاوروبيين ممكن يا اسلام مش يضحي بس ما يديش نفس الاهتمام لبطوله السوبر، خاصه ان هي مباراه واحده على حساب الهدف الاسمى والاكبر والحلم اللي هو دايما بيسعى له، اللي هو دوري ابطال افريقيا. معلش، بمعنى ايه؟ بمعنى ان دايما الاوروبيين، انت كنت موجود في 2007، يعني مثلا على سبيل المثال مانويل جوزيه حسم الدوري، قام عامل ايه في مباراه الدور الثاني؟ ساب المباراه يديرها كابتن حسام البدري، ريح عدد كبير جدا من اللاعبين الاساسيين. لسه هقول لك، ريح عدد كبير جدا من اللاعبين الاساسيين لان هو عينه على الهدف الاسمى اللي هو انه كان عاوز يجمع بين الدوري والدوري خلاص ضمنه، فكان عاوز كمان الكاس، وهو ده فعلا اللي حققه. فطبعا دي حاجه ودي حاجه. هتقول لي طب ما الراجل ادى اهتمام لمباراه السوبر اللي في بدايه الموسم. اقول لك الوضع مختلف، لان دي كانت تاني مباراه لريني فايلر. اول مباراه ما اتذاعتش او ما كانتش الجمهور ما تعرفش على ريني فايلر، اللي هو كانت مباراه كانو سبورت. برافو عليك. ثم دي كانت بطاقه التعارف، او زي ما بنقول الترحيب ما بينه، او دخول ريني فايلر لسه، او القلوب الاهلاويه سريعا كمان، مش بس دخول قلوب الاهلاويه، لان ممكن يدخل قلوب الاهلاويه في نهايه الموسم. صح. يكسب دوري، كاس، دوري ابطال افريقيا، لكن انه تعتبر على الورق قدام عينين الجمهور اول مباراه ليه تكسب الزمالك بلقب اللي هو السوبر المحلي 3-2، فدي اعتقد ادت كريدت كبير جدا لريني فايلر، خاصه ان كلنا عاصرنا الوقت ده، خاصه ان كان في الوقت ده كلام كبير ان اداره النادي الاهلي هتتعاقد مع مدير فني اسم اكبر شويه من ريني فايلر، لكن الراجل دخل قلوب الاهلاويه بسرعه جدا بالاداء الرائع اللي بيأديه في الدوري المحلي.